حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نعرف الطابع الكانون LBB 325X. مرة هنعرفها من خلال الكابل USB، ومرة هنعرفها من خلال شبكة النتورك وازاي نطبع من الهاتف او الموبايل. والخطوات دي مطابقة للطابع الكانون LBB 312X، فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخوانا، من ايه اخباركم، ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد الساب من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض عن خطوات تعريف الطابع الكانون LBB 325X، وهي هي نفس الخطوات للطابع الكانون LBB 312X. فهنعرف مع بعض ازاي نعرف الطابع عن طريق الكابل USB، وهنعرف مع بعض عن خطوات تثبيت الطابع عن طريق شبكة النتورك، وازاي نطبع من الموبايل، وان شاء الله الحلقة تنال اعجابكم. واول حاجة هنبدأ بيها تعريف الطابع عن طريق الكابل USB. فيلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض. فيلا بينا مبدئيا كده يا جماعة، انا سيب لكم رابطين تحت الفيديو في خانة الوصف. اول رابط فيه تعريف الطابع الكانون LBB 325X، وتاني رابط فيه تعريف الطابع الكانون LBB 312X. يعني لما تفتح اول رابط هيفتح لكم الصفحه اللي قدامكم دي، تعريف الطابع الكانون ايسنسس LBB 325X، ولو فتحت تاني رابط هيحولك للصفحه دي الكانون ايسنسس LBB 312X. والتعريفين في الخطوات واحده. فاول حاجه هنعملها هننزل تحت شويه لحد ما يجي لك القايمة الصغيرة دي، هتختار UFR2، ثم تنزل تحت شوية كمان هتلاقي على اليمين كلمة داونلود، ضغطة واحدة عليها، ثم نختار داونلود مرة أخرى، ثم ننتظر لحد ما التعريف يتحمل معانا. وبعد اكتمال تنزيل تعريف الطابعة هنخش على قايمة داونلود اللي موجودة في الكمبيوتر عندك، اهي داونلود أو التنزيلات. هتلاحظ ان التعريف نزل لك بالشكل ده، ضغطتين عليها دي جدا، ثم نختار يس، ثم ننتظر لحد ما يفك الضغط. ثم بعد فك الضغط هنفتح الفولدر ده عادي جدا. ولو جهاز الكمبيوتر اللي انت بتثبت عليه تعريف الطابع نظام التشغيل بتاعه 64 بت، فانت هتختار 64 بت. اما لو هو نظام التشغيل 32 بت، فانت اختار 32 بت، لانك لو انت 32 بت واخترت 64 بت مش هيتعرف معاك. طب ازاي نعرف نظام التشغيل بتاعنا؟ هنقف هنا عند زد بي سي، ضغط المين، ثم نختار بروبرتيز، وهنا مكتوب سيستم تايب 64 بت اوبريشن سيستم، يعني نظام التشغيل ده 64 بت. فلو انت عندك 32 بت فاختار 32 بت. هنقفل الصفحه دي عادي جدا، وهختار طبعا 64، ثم هختار كلمه سطب الابد الاخيره، ثم هنختار يس، ثم هنختار نيكست، ثم نختار يكس، وهنا نختار USB كونكشن، ثم نختار يس، ثم اوكي، ثم نختار نيكست، ثم هنعلم الاختيار ده عادي جدا ونختار ستارت. ثم بعد كده هتشيل الصح اللي موجود على كلمة restart my computer now ونختار exit، ثم نختار نو. هنا بقى ركب الكابل USB الواصل ما بين الطابعة والكمبيوتر او الطابعة واللابتوب. وبكده عرفنا الطابع عن طريق الكابل USB، وجه معادنا ان احنا نعرف الطابع عن طريق شبكة النتورك. فيلا بينا نروح للطابعة ونعمل خطوات بسيطة، وبعد كده هنرجع نكمل باقي الخطوات في اللابتوب. فيلا بينا. اول حاجة هنعملها هنضغط على زر الاتجاه اليمين ضغطة واحدة، ثم نختار تالت اختيار كلمة نتورك، ثم نختار اوكي، ثم نختار اول اختيار TCP IP settings، ثم نختار اول اختيار IPv4، ثم ننزل على خامس اختيار وهو IP address settings، اوكي، ثم نختار اول اختيار IP address. وزي ما انتم ملاحظين الاي بي متصفى، يعني ما فيهوش اي بي خالص. طب هنعمل ايه في الحاله دي؟ هنركب كابل اللان الواصل بين الراوتر والطابع. هتلاحظ ان في لمبه صفراء نورت اول ما ركبنا الكابل، وبعد كده هنطفي الطابعه من زر التشغيل طبعا، ثم بعد كده نشغل الطابعه. وبعد ما شغلنا الطابعه هنختار الاتجاه اليمين عادي جدا، ثم ننزل نختار نتورك، اوكي اوكي مره اخرى، ثم نضغط على اول اختيار، ثم نختار اول اختيار مره اخرى، ثم نختار خامس اختيار IP address settings، ثم نختار اول اختيار IP address. هتلاحظ ان الطابع اخذت IP، ثم نضغط على اوكي. هنطلع خطوه لفوق ونختار Auto IP ونخليها اوف، اوكي. وبعد كده هنروح لجهاز الكمبيوتر ونعرف الطابع عن طريق النتورك. فيلا بينا. بعد كده هنختار كلمه سطب عادي جدا زي ما عرفنا في الاول، ثم نختار يس، ثم نختار نيكست، ثم نختار يس، ثم نختار اول اختيار ستاندرد ونختار نيكست، ثم نختار نيكست مره اخرى. ولازم تتاكد في الخطوه دي انك موصل اللابتوب او الكمبيوتر على نفس الراوتر اللي الطابع متوصل عليه بالكابل اللان، ثم هتظهر لك الطابعه زي ما انتم شايفين قدامكم دي. هنعلم عليها صح كده ونختار نيكست، ثم نعلم فوق كده نختار ستارت، ثم ننتظر.
ثم بعد كده هنشيل علامة الصح اللي موجودة في الستارت ونختار اكس ثم نختار نو. طب دلوقتي احنا عرفنا الطابعة مرة عن طريق الكابل اليو اس بي ومرة عن طريق شبكة النيتور، عاوز افصل ما بينهم بحيث لما اجي اطبع ابقى عارف انا بطبع من الكابل اليو اس بي ولا بطبع من شبكة النيتورك. هنقفل الصفحة دي عادي جدا، ثم بعد كده نختار كنترول بانل ولو ما لقيتهاش على سطح المكتب ممكن تعمل سيرش وتدور عليها، ثم نختار فيو ديفايسز اند برينترز. هتلاحظ ان الطوابع متعرفه مرتين، لو ركبت الكابل اليو اس بي دلوقتي حالا دي هتنور معاك، يعني معناها متعرفه عن طريق الكابل اليو اس بي. طب هنسميها ازاي؟ كليك اليمين عليها ونطلع فوق عند برينتر بروبرتيز والكلام اللي بالازرق ده هنمسحه عادي جدا ونكتب يو اس بي، يعني كده متعرفه عن طريق الكابل اليو اس بي، ثم اوكي. ثم بعد كده كليك اليمين عليها مره اخرى ونختار برينتنج بريفرنسز، ثم بعد كده هنظبط باقي اعدادات الطوابع والورق. هنختار دي A4 ايت ونختار دي كمان A4 ونختار التو سايد دي نخليها وان سايد ونختار دي نخلوها بلاك اند وايت، ثم نروح عند بيبر سورس ونخليها دراور، ثم ابلاي ثم اوكي. ونفس الكلام الثانيه دي هتبقى نتورك، كليك اليمين عليها ونختار برينتر بروبرتيز ونكتب نتورك او شبكه اي نت وورك، ثم اوكي. ثم كليك اليمين عليها نطلع برينتنج بريفرنسز، ثم اول اختيار متحدد A4 هنحدد دي كمان A4 اهيت ودي نخلوها وان سايد اللي هي وش واحد، لو عايزها وش واحد نخلوها تو سايدد، ثم بيبر سورس هنخلوها دراور اهيت، ثم ابلاي ثم اوكي. وبكده لما تيجي تطبع اي حاجه هتقدر تختار اذا كانت يو اس بي ولا تختار نتورك. ودلوقتي عايزين نعرف مع بعض ازاي نطبع من الموبايل عن طريق الراوتر الواي فاي بدون استخدام اي كابل، فيلا بينا نروح للموبايل ونتبع الخطوات واحده واحده مع بعض، فيلا بينا. فاول حاجه هنعملها هنفتح الاب ستور او البلاي ستور اللي موجود في التليفون بتاعك ونكتب كلمه كانون برينتر، ثم نختار ثالث اختيار كانون برنت بيزنس، ثم نختار تثبيت، ولازم تبقى موصل الموبايل بتاعك بالراوتر اللي متوصل عليه الطابعه، ثم نختار فتح، ثم هيجي لك حبه خطوات في الاول كده اللي هي اجري واوكي والسماح في حاجات روتينيه عادي جدا. بعد كده هتلاحظ فوق على الشمال علامه طوابعه وفوقيها زائد ضغطه واحده عليها، ثم نختار اول اختيار اوتو سيرش، والطوابعه زي ما انتم شايفين اسمها ال بي بي 325 اكس، نختار عادي جدا، ثم نختار الاختيار اللي على الشمال ايديت، وبكده الطوابعه اتعرفت عن طريق الموبايل. طب انا عايز اطبع اي حاجه ازاي؟ هنقفل البرنامج ده عادي جدا ونختار اي ملف بي دي اف عندك، وعلى سبيل المثال الملف اللي اسمه ويلكم، ضغطه واحده عليه، ثم نعمل مشاركة او شير، ثم نختار سند اكوبي، ثم نختار البرنامج اللي احنا نزلناه من شوية، ثم نختار برنت اللي موجودة تحت خالص، واللمبة الصفرة دي اول ما تنور معناها ان الطابعة اخدت اوردر. طبعة الملف بتاع ويلكم، الموضوع سهل كده. دلوقتي في حبة صور مبعوتها لي عن طريق الواتساب، هتعمل لهم تنزيل عادي جدا، ثم تدخل على الالبوم او الاستوديو اللي موجود عندك في الهاتف او الموبايل، وعلى سبيل المثال انا عايز اطبع الصورة دي، هنعمل مشاركة عادي جدا، ثم نختار برنامج كانون عادي جدا، ثم نختار برنت. ودي الصوره اللي انا طبعتها من استوديو. طب دلوقتي انا حبيت استخدم خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك، ازاي؟ ضغطه واحده في الخانه ديت، سابع اختيار مكتوب عليه تو سايدد، طول ما هي معموله اوف كده قدامك معناه ان انت لاغي الاختيار ده وهتطبع وش، لو ضغطت على الاوف دي ضغطه واحده هتبقى اون، معناه ان اي ملف بي دي اف انت هتطبعه او وورد او باوربوينت هيتطبع على الوجهين اوتوماتيك. وقبل ما اقفل معاكم الفيديو في حاجه مهمه جدا حابب اوضحها، لو انت خلعت الكابل النيتورك دوت من الطوابعه فالطوابعه مش هتطبع عن طريق الراوتر الواي فاي، وطول ما انت موصل كابل النتورك ده بالراوتر فالطوابع هتطبع على اكتر من جهاز موبايل واكتر من جهاز لابتوب واكتر من جهاز ثابت في وقت واحد، يعني طول الوقت لازم تبقى موصل الكابل النتورك ده بالطوابع. وزي ما انتم شايفين ده كابل اليو اس بي الواصل ما بين الطوابعه والكمبيوتر. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى كنا اعجبكم، اتمنى الموضوع يكون اعجبكم، منتظر اي استفسار لكم بخصوص طوابعات كانون. كان معاكم احمد السامي قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.